بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الأربعاء القادم المصادف 6 نوفمبر أكمل 1000 يوم من الحرمان من لقاء عائلتي. انقضت الأيام وتحركت وأنا أعدها يوما بعد آخر بعيدا عن ناظري عائلتي. أفتقد أحضان والدتي ووالدي وابني الذي بلغ عمره 7 سنوات والذي لا يزال معاقبا ومحروما من لقائي. وفي نفس الوقت أكمل يومي 65 من الإضراب عن الطعام، مطالبا باستكمال برنامج علاجي للأسنان والفك المتوقف في عيادة الشرطة بشكل مفاجئ بسبب توقف أو بسبب وجود إجراءات إدارية غير مكتملة، وتسهيل لقائي بعائلتي التي لم ألتقيها منذ 9 فبراير عام 2017. حاليا أعيش في أجواء نفسية متردية وانتكاسة في وضع الصحي نتيجة الأضراب والمعاناة المرافقة له، حيث بلغ وزني 61 كيلوغراما وضعف عام في الجسم وتصلب في الأطراف عند النوم. كل هذا وإدارة السجن على علم بوضعي الحالي، كما أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مطلعة على حالتي. والغريب من الأمر أني ما زلت مضربا منتظرا تحقيق مطالبي المشروعة والتي هي في متناول الجهات المختصة، ولا يوجد سبب منطقي لتعطيلها. لذا أطالب الجهات المعنية بتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية العالقة في برنامج علاج المتوقف والسماح لي بلقاء عائلتي دون عوائق. علي حسين الحاجي، سجن جوي المركزي.